السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة أنجلو هارت. طبعا اليوم راح نستخدم The Bad Boy of the Kitchen، ولد الشقة اللي في المطبخ معانا، الإلكتريك سكيلت، The Amazing Electric Skillet، وراح نحاول نعمل شواء عماني بالبيت. يا مرحبا فيكم، وخلونا نبدأ ونشوف المكونات. طبعا المكونات بتاخذ قطعة لحم، بتخوز الدهون اللي فيها، قطعة لحم اللي على حسب قطعة اللحم اللي تعجبك، تأخذ ورق الموز بعد ما تخلى في المياه، وبتأخذ ورق البيذام بتخلى في الماء طبعا بتغسله، وبتنتظر فترة وبعدين تنتظر ينشف. تمام. طبعا معنا خلطة عمانية جاهزة، مكوناتها كالعادة توابل اللحم، عندنا هنا بعد اللي هو التوابل، سم التوابل المخلوطة، طبعا الكركم المطحون، وعندنا الزعتر، وعندنا الثوم المطحون. الخلطة الحين أول حاجة راح نعملها أولا إن نعمل الخلطة ونبهر اللحم. فبناخذ قطعة اللحم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وراح نضع عليها طبعا الكركم مثل ما انتم عارفين، كمية وافرة من الكركم. غالبا طبعا احنا نعملها هنا في عمان، نحط لها الكركم والبهارات ونتركها لعدة ساعات عشان يشرب التوابل تبعها. بعد ما يشرب التوابل تبعها نقوم بغسله، نستخدمها مرة ثانية. هنا بناخذ ملعقة وافرة من التوابل، طبعا هنا الخلطة جاهزة، ما يحتاج او مضيف لها الماء، فما يحتاج اني اعمل الخلطات هذه كلها. الخلطة جاهزة برائحة زكية، خلطة عمانية طبعا مثل ما نشوف هنا، الخلطة موجودة فيها الفلفل والبهارات الثانية المطلوبة. ملعقة واحدة طبعا تكفي، ونقوم بخلطها اللحمة، نتأكد ان اللحمة تشرب البهارات اللي حطيناها. اذا شفت نفسك تحتاج بهارات زيادة عليها فما عليك الا انك تاخذ الزود اللي تحتاجه، حاجة بسيطة طبعا مثلا تعطيها النكهة المميزة اللي معروف بها الشواء العماني. فمنخلي اللحمة، نزع البهارات بشكل ميز عشان تقدر اللحمة تشرب، يكون يتشرب في اللحم. طبعا طريقتنا العمانية احنا بنتركها لعدة ساعات وبعدين بنغسلها. عشان تشوف انت الخلطة كيف تكون، اللحمة تكون بهذا الشكل مبهرة، تأكد ان البهارات تغلغلت فيها بشكل ممتاز. تمام. وبعد ما تكون اللحمة كذا جاهزة نبدأ بنلفها في ورق. ما تركنا طبعا اللحمة لفترة عشان تتشرب بالبهارات اللي خليناها عليها، نبدأ ناخذ ورق الموز، نخلي ورق الموز، ناخذ قطعة اللحم طبعا ونخليها في ورق الموز ونغطيها بهالطريقة. طبعا لان احنا ما بنعمل سكر النور راح نحتاج توثبيك عشان تمسك ورق الموز، فراح نخلي ورق بيذام عليه بعد، نلفه بورق البيذام وورق الموز، هي الطريقة. ونثبته بتوثبيك طبعا، أو ناخذه بطريقة تسمح لنا لف اللحمة
من كل الجهات. ممكن طبعا نستخدم سعف النخيل عشان ثبات وصفة. نحاول نثبتها دي، انا ما راح نعملها في تنورة في قصفة طبعا، فنثبتها بالطريقة. ثبت الجوانب، نغرزها في اللحم. بعد ما ثبتناها بالطريقه دي طبعا بنجي للالكتريك سكلت. الباد بوي اوف كيتشن سخناه، سوينا له بري هيت وخليناه جاهز على درجه 230 درجه مئويه. كل اللي طبعا بنشوف اول شيء نتاكد ان الكرات تتراقص على سطح الالكتريك سكلت، فبنعرف انها جاهزة للطبخ. فكل ما علينا ان ناخذ قطعة اللحم طبعا في قطع كثيرة من سلاد ماستر اكبر من هذه ممكن تستخدم فيها لحمة، ونسكره نتأكد ان كل الجوانب داخله في الالكتريك سكلت، وناخذ لها لفه عشان تنضغط وتكون جاهزه للطبخ. بنجي على الميتر على نفس الدرجه 230، وبنعطيها اول شيء 30 دقيقه. واذا احتجنا بعدين وقت زياده راح طبعا نزيد الوقت. مرحبا مرة أخرى، بعد 30 دقيقة على درجة حرارة 230 سي نقصنا الحرارة إلى 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، وضفنا له جلاس واحد من الماء وأغلقته طبعا. ومثل ما أغلقته الحين بنتظر بعد 15 دقيقة إن شاء الله الشواء بادئ ريحة فوح ماله، وإن شاء الله يكون جاهز في خلال 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة نقدر نشوف الشواء العماني جاهز للأكل. تأكد طبعا من الطبخ. رائحة زكية طبعا تفوح من الشواء. بسم الله ما شاء الله. لحمة طرية وطازجة وبالهناء والشفاء. لا تنسوا الاشتراك معي في القناة، فبدعمكم نستمر. كما تشوف اللحمة ما شاء الله طرية. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ومتابعة أكلاتنا القادمة إن شاء الله مع سلاد ماستر Amazing Skillet ومع سلاد ماستر القطع الأخرى. سلاد ماستر نغير حياة الناس. We change life. أتمنى منكم الاشتراك في القناة والتواصل معنا على 989993946. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بود وعافية. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.